معلش لو كنت اتأخرت عليك في إجابة السؤال. السلام النفسي موضوع كبير قوي، وهقول لك تجربتي الشخصية. رؤية الفاعل الأوحد في الأكوان وهو الله بتخلي البني آدم يثق إن الفعل، سواء كان الفعل ده مؤلم أو مفرح، إنه في مصلحته، ودي أكبر حاجة بتجيب سلام نفسي. حتى لما بتقع منك أخطاء، اللي يرى إن معلش قدر الله ما شاء فعل ويتوب إلى الله ويتعلم من غلطه ويكمل رحلته لربنا، اللي بيعمل كده ما بيجلدش ذاته جلد زائد يخليه يكره نفسه إنه بيغلط كتير. برضو السر رؤية أقدار الله وتفويض الأمر لربنا في السراء والضراء. فرؤية الفاعل على الحقيقة في الكون هو سر السلام النفسي.